لقطات من الاحتفال بمناسبة عيد الاستقلال اليوم الجمعة 18 نوفمبر وبالضبط من مدينة الدار البيضاء، تنقل لكم شوف تي في الأجواء الاحتفالية. اليوم كيفما كل سنة جينا باش كنحضروا المراسم ديال تحية العلام مناسبة عيد الاستقلال، اللي هو مناسبة كنستحضروا فيها تضحيات الجسام ديال الشهداء اللي ضحاوا بأغلى ما يملكون من أجل تحرير الوطن الاستقلال ديالو، وهي مناسبة أيضا كنستحضروا فيها المعاني ديال التحرير اللي هي معاني متجددة. بطبيعة الحال اليوم بلادنا الحمد لله في السياق ديال المجهودات اللي كتبدل تحت القيادة الرشيدة ديال صاحب الجلالة، والمكانة اللي بدات كتحتلها في داخل المنتظم الدولي وولوجها بامتياز وباستحقاق النادي ديال الدول الصاعدة، فهذه كلها كنستوحيوها من هذا يعني من بهذه المناسبة. وبطبيعة الحال هي مناسبة كنتمنوا فيها التوفيق والسداد لصاحب الجلالة. هذه مناسبة ديال عيد الاستقلال، هي مناسبة اللي غالية بالنسبة للمغاربة، لأن هذا النهار كانت تم تقديم الوثيقة ديال الاستقلال، وحنا تنعرفوا هذه العملية ديال الاستقلال ديال البلاد هي عملية اللي خصها تبقى مستمرة، مع الأجيال. مازال عندنا الملف ديال الصحراء اللي هي قضية وطنية أولى اللي مازال المغرب يعني أنه خصو يأكد السيادة ديالو كاملة ويتحل إشكال من بشكل نهائي. عندنا سبتة مليلية اللي في عندنا جزر، يعني بمعنى هذه العملية ديال هذا اليوم، هذا الاحتفال ديالنا بهذا اليوم تذكر المغاربة ملكا وشعبا باش أنهم يستمروا من أجل استقلال الشامل والكامل لجميع الربوع ديال المملكة. المواطن المغربي متميز بين شعوب الأرض، يكاد يعرف من لونه وهيئته ومن شهامته وأنفته وتواضع كبريائه. يصدق فيه ما قاله علماء النفس، إن من ينشأ تحت الشمس الحارقة ويعاني من البؤس والحرمان يتخلق به الصبر والجلد، وينمو بداخله العطف والإنسانية وحب الخير والكرم أكثر مما ينشأ من نعيم وظل. هذا هو المغرب ملكا وشعبا وسيادة واستقلال. احنا كمقاومين جينا باش نشوفوا هذا الحفل الباهج اللي هو تيسرنا اللي كنا تنتسناو هذه سنين، والحمد لله هذا هو الامل ديالنا، والله يخلينا سيدي محمد السادس اللهم انت عليه يطول عمره ويصوب له في صحته وفي العائله ديالو. هذا نهار كبير اللي احنا حضرنا في هذا الحفل هذا بالنسبه ديال الذكرى الغاليه، لانه ذكرى الاستقلال وحقيقه الاستقلال ضحاوا عليه الشهداء برئاسه جلاله الملك مغفور محمد الخامس ورفيقه في الكفاح حسن الثاني. وحنا كذلك كل عام كل سنه كنحتفلوا بهذه الذكرى هذه، وكنا حضروا بالمناسبه ديالنا كمقاومين واللي عرفنا التاريخ ديالها وعرفنا المسؤول، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. وحنا فرحانين ونتمنى ان شاء الله جلاله الملك سيد محمد ان يشد بيديه ويعطيه عفوا ان شاء الله باش يكمل المسيره ديالو ان شاء الله. هذا يوم عظيم، الذكرى ديال الاستقلال، لان كفحليها فيها الشعب المغربي كله، والمقاومه عملت الجهد ديالها كبير، مقاومه وجيش التحرير احتاج لاستقلال البلاد، المغرب كله شارك، وهذا يوم عظيم. ان شاء الله غادي نمشي لاسبان، وجايه نشوف ناسي، وجايه نشوف حبابي، وجايه نشوف الدوله ديالي، وجايه نشوف كل شيء. الحمد لله كل شيء داز بخير وعلى خير الحمد لله. واش نقول بهذه المناسبه العيد الاستقلال؟ عمرني ما حضرت لاول مره، مده 30 عام ايوا مده 30 عام عمرني ما حضرت حتى اليوم، واليوم الله العظيم الا فرحانه اختي. انا هذا عيد الاستقلال هذا نهار كبير عند المغاربه، وحنا دائما كنا تنفتخروا به. مني كنا دراري صغار انا من مدينه مراكش، كنا مني تيكون عيد الاستقلال كلنا تنخرجوا من الدروبه ديالنا ومن الحوام وتنجتمعوا مع العائلات
ودائما يحيى الملك وكل شيء والشعب كله هو ناشط. وحنا اليوم بغينا غير نسمعوا الموسيقى، احنا تنسمعوا شويه مازال متشوقين ليها، لانه انا دابا تنتكلم معك والذات ديالي تنشعر بها بانني هذا الشيء هذا. حنا عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الاستقلال. خوشي تنشجع الناس ديال المغاربه، تنبيع الدرابوات، تندير المجهود اخوتي على حساب مناسبه اخوتي. انا يوميا في هذا الشارع هذا تندير المجهود ديالي، تنبيع الدرابوات، تنفيع ان شاء الله الصباح بكري، انا بحالي بحال الناس تنتقدس ليها، تندير المجهود والسبب وكمال على الله سبحانه وتعالى. أمة المغرب شباب قد سعينا باجتهاد وثبات، وقد لبسنا حلة الفخر وحملنا راية النصر. شعارهم إن نعيش عشنا كراما أو نمت متنا كراما. باختصار هكذا هي دولة المغرب.